نبدأ بقى كده الحصة دي. هنتكلم الحصة دي كده بكثرة. مين فيكم مخلص الامتحان حالي؟ طب الحمد لله. نشوفه كده بعد الحصة إن شاء الله. نركز بقى كده دكاترتنا. هنتكلم بقى كده النهارده دكاترة عن الأسيد بيز بروبرتيز بتاعت الأحماض الأمينية. نفهم بقى كده مع بعض واحدة واحدة إيه موضوع اللي هو الأسيد بيز بروبرتيز دي. الخصائص بتاعت الأحماض والقواعد اللي بتبقى موجودة عندي في الأحماض الأمينية. زي ما احنا عارفين يا دكاترة إن الحمض الأميني بيبقى موجود فيه مجموعتين أيونايزابل. يعني إيه مجموعتين أيونايزابل؟ يعني مجموعتين نقدر إن احنا نقينهم، اللي هي الكربوكسيل والأمونيا. ماشي يا دكاترة؟ طبعًا أنت عارف من الكيمياء إن المجموعة الحمضية بتتقين في وسط قاعدي، والمجموعة القاعدية بتتقين في وسط حمضي. طيب الايزو الكتريك بي اتش، يعني البي اتش اللي هو بيحصل فيه عملية تأين للمجموعة الحمضية وللمجموعة القاعدية، بنقول عليه ايزو الكتريك بوينت او فيسيولوجيكال بي اتش. تاني كده، انا في عندي دكاترة مجموعتين نقدر ان احنا نقينهم في الحمض الاميني. المجموعه الاولانيه اللي هي الكربوكسيل، هي الكربوكسيل ديت لو اتقينت هتبقى عامله ازاي؟ سي او او نيجاتيف. تمام كده؟ الكربوكسيل بتتاين عن طريق ان هي بتفقد هيدروجين. طيب الامونيا لما بتتقين، او الاميلو جروب لما بتتقين، بتتقين ازاي؟ بتكتسب هيدروجين وتبقى ان اتش 3 بوزيتيف وتحمل اشاره موجبه. معايا كده يا دكاتره؟ يعني ده معناه لو حصل ان المجموعتين اتقينوا يبقى الحمض الامين هيشيل اشارتين عكس بعض، اشاره سلبه واشاره موجبه، وبالتالي هنقول عليه الايون المزدوج. انت عندك الايون يا اما سالب يا اما ايون موجب. تمام كده؟ طب افرض ان الحاجه اللي متقينه عندك شايله الاشارتين، شايله الاشاره السالبه وشايله الاشاره الموجبه، فهنوصف الشكل اللي احنا شايفينه ده ونقول عليه اسفيتر ايون. وخلي بالك بتتنطق اسفيتر مش اسويتر، اسفيتر ايون. تعالوا كده بقى ما نعرف الاسفيتر ايون ده. الاسفيتر ايون ده عباره كده عن حمض اميني متأين المجموعتين اللي فيه اللي بيتأينهم متأينين. اتأينهم امتى؟ اتأينوا يا دكاترة عند الايزو الكتريك بوينت. ايه الايزو الكتريك بوينت دي؟ الفسيولوجيكال بي اتش. الفسيولوجيكال بي اتش ايه هو الفسيولوجيكال بي اتش؟ الفسيولوجيكال بي اتش هو البي اتش اللي عنده بيتأين المجموعتين بتوعي، اللي هي الكربوكسيل والامونيا. ماشي يا دكاتره؟ نجيب الكلام من الاول تاني علشان نفسره شويه. احنا اتفقنا المجموعه الحمضيه بتتأين في وسط قاعدي، والمجموعه القاعديه بتتأين في وسط حمضي. يعني لو حطيت الحمض الاميني في وسط قاعدي تلاقي الكربوكسيل هي اللي متأينه، لو حطيته في وسط حمضي تلاقي الامونيا هي اللي اتقينت. وده مثلا ممكن سؤال الدكتوره تساله لك. لو انت مثلا حطيت الحمض الاميني في بي اتش قليل، في بي اتش واحد مثلا ولا بي اتش 2، بي اتش قليل يعني الوسط حمضي. طب لو حطيته في بي اتش عالي 9.5 مثلا، بي اتش عالي يعني الوسط هيبقى قاعدي. شكل الحمض الاميني هيبقى عامل ازاي؟ الحمض الاميني ما دام اتحط في وسط حمضي يبقى المجموعة القاعدية هي اللي هتتقين. ايه المجموعة القاعدية؟ اللي هي الـ NH3 بوزيتيف وبقية الحمض الأميني زي ما هو. طب لو حطيته في وسط قاعدي؟ في وسط قاعدي يبقى المجموعة الحمضية هي اللي هتتقين، يعني الكربوكسيل هتبقى شايلة إشارة سالبة والـ NH2 زي ما هي. طب لا حطيته في وسط حمضي ولا حطيته في وسط قاعدي، حطيته في عند الفسيولوجيكال بي اتش
اللي احنا بنسميه الايزو الكتريك بوينت. يبقى الاثنين هيتقينوا الكربوكسيل والامونيا. الكربوكسيل بتشيل اشاره سلبه والامونيا او الامينو جروب بتشيل اشاره موجبه. يبقى الحمض الامينه هيبقى شايل اشارتين عكس بعض، فبنقول عليه الايون المزدوج او السبيتر ايون. يبقى التعريف بتاع السبيتر ايون نقول ايه؟ ايون كونتين ايكوال اماونتس اوف بوزيتيف اند نيجاتيف تشارجز. يعني الايون اللي شايل اشارتين، اشاره موجبه واشاره سلبه، عدد الاشارات الموجبه قد عدد الاشارات السالبه. عرفتم يعني ايه معنى كلمه ايون مزدوج؟ طيب الايون المزدوج اللي شايل اشارتين عكس بعض دول بيتكون امتى؟ بيتكون عند الايزو الكتريك بوينت او الفسيولوجيكال بي اتش. يبقى لما تيجي تعرف الفسيولوجيكال بي اتش تقول ايه؟ الفسيولوجيكال بي اتش هو البي اتش اللي بيتكون عند السبيتر ايون. لما تيجي تعرف الايزو الكتريك بوينت تقول عليها ايه؟ البوينت اللي بيتكون عندها السبيتر ايون. مش كده يا دكاتره؟ ادي كده الصفحه اللي قدامكم دي كده كلها خلصت. خلصت ان انا فهمت بس المحتوى بتاعها عباره عن ايه. افتح كده الصفحه هتلاقي مكتوب هنا عندك هنا يقول لك ايه؟ الايزو سوري الايونايزر جروب اللي موجودين عندك في الحمض الاميني الكربوكسيل والامونيا. الكربوكسيل والامونيا عند الفسيولوجيكال بي اتش الاثنين هيتقينوا. الكربوكسيل هتشيل اشاره سلبه والامينو جروب هتبقى شايله اشاره موجبه. تمام كده؟ ونسمي الايون في الحاله ديت سبيتر ايون، والسبيتر ايون ده بيتكون عند الايزو الكتريك بي اتش او الايزو الكتريك بوينت اللي هو الفسيولوجيكال بي اتش. ماشي كده يا دكاتره؟ نعم. نشرح في صفحه رقم 7. خلاص كده؟ وادي تحتها التعريفات. التعريفات بتاعه السبيتر ايون والتعريفات بتاعه الايزو الكتريك بي اتش. تعريف السبيتر ايون نقوله كده مع بعض. ايون كونتين ايكوال نمبرز اوف بوزيتيف اند نيجاتيف تشارجز. بيتكون فين؟ بيتكون عند الفسيولوجيكال بي اتش او الايزو الكتريك بي اتش. يبقى تيجي تعرف الايزو الكتريك بي اتش هو البي اتش اللي بيتكون عند السبيتر ايون. تمام كده؟ يبقى ذا بي اتش ات ويتش ذا سبيتر ايون از فورمد. وعند الفسيولوجيكال بي اتش يا دكاتره الامينو اسيد بيصل للماكسيمم انسوليوبيليتي بتاعته. يعني في حاله السبيتر ايون الايون او الحمض الاميني بيبقى ماكسيمالي انسولوبل، يعني ما بيدوبش. ماشي يا دكاتره؟ ماكسيمالي انسولوبل. طيب تعالوا كده بقى بنشوف الكيرف ده التيتريشن كيرف ده. بصوا كده اكتب على الكيرف دوت امتحان. الكيرف ده موجود عندك في الصفحه اللي هي رقم 7. تابع كده معايا المعادله. المعادله على الناحيه الشمال بيقول لك ايه؟ انا حطيت الحمض بتاعك في وسط حمضي، يعني عندي بي اتش قليل بي اتش قليله. مش كده يا دكاتره؟ هو في الوسط الحمضي مين اللي بيتقيم؟ المجموعه القاعديه. مين المجموعه القاعديه؟ اللي هي الامينو جروب. يبقى في الوسط الحمضي هتلاقي المجموعه اللي متقينه فقط هي الامينو جروب، هتتحول الى ان اتش 3 بوزيتيف. طيب افرض ان انت حطيت الحمض الاميني بتاعك في وسط قاعدي، يعني البي اتش عاليه. يبقى تيجي تبص كده على الحمض الاميني بتاعك اللي هيتاين فيه هو المجموعه القاعديه المجموعه الحمضيه. المجموعه الحمضيه اللي هتتاين هي الكربوكسيل. تيجي بقى تعمل الكلام دوت على هيئه كيرف. بصوا كده ادي الكيرف بيترسم ازاي. ادي البي اتش وادي الايكويفالنس بتاع الهيدروكسيد. بصوا كده الكيرف بيمشي ازاي بالمنظر ده. تحت البي اتش قليل. تمام كده؟ في النص هنا البي اتش متعادل. فوق البي اتش عالي. يبقى تيجي تبص كده المنظر الحمض الاميني في كل بي اتش. تحت البي اتش قليل، يعني الوسط ايه؟ حمضي. فوق البي اتش عالي، يعني الوسط قاعدي. النص هنا هتلاقي الوسط الى حد ما متعادل. ماشي يا دكاتره؟ تعالوا كده لما نشوف شكل الحمض الاميني بيبقى شكله عامل ازاي. هنا في الوسط الحمضي هتلاقي الامونيا الامينو جروب هي اللي متقينه، يعني هتلاقي اللي متقين فقط هي الامينو جروب. في النص هنا
هتلاقي مجموعتين متأينتين. فوق في الوسط القاعدي هتلاقي المجموعة الوحيدة المتأينة هي الكربوكسيل. ماشي يا دكاترة؟ بيطلب منك رسم الكيرف ده في الامتحان. خلاص كده؟ طيب. في عندك كده البي اي، وفي عندك البيكي واحد، وعندك البيكي اتنين. لو انت الدكتورة طلبت منك البي اي، تمام كده؟ بتجيبه ازاي؟ اكتب كده معايا، البي اي بيساوي بيكي واحد زائد بيكي اتنين على اتنين، ثابت التأين الاولاني زائد ثابت التأين التاني على اتنين. ماشي يا دكاترة؟ مش انتوا كنتوا خدتم البي كي دوت اللي هو ثابت التأين، صح كده؟ يبقى ثابت التأين بتاع الوسط الحمضي زائد ثابت التأين بتاع الوسط القاعدي على اتنين. يعني لو الدكتورة سألتك وقالت لك احسب لي البي اي، تمام كده؟ ثابت التأين اللي بيحصل عنده ان الحمض الاميني بيبقى شايل الاشارتين. يعني ايه شايل الاشارتين؟ يعني الحمض الاميني موجود على هيئة السبيتر اي. بجيبه ازاي؟ بيكي واحد زائد بيكي اتنين على اتنين. وده سؤال بتحب تجيبه في الامتحان. ماشي يا دكاترة؟ نقلب بقى كده الصفحة ونخش على البطايق جوجل. نركز بقى كده مع بعض. كلام هنا سهل قوي. بنقول ايه؟ البطايق بوند ديت عباره كده عن رابطه بتتكون نتيجه كوندنسيشن رياكشن. الكوندنسيشن رياكشن ده بيتم ما بين اثنين حمض اميني. الحمض الاميني زي ما احنا عارفين على الناحيه اليمين بيبقى موجود فيه عندك كربوكسيل. على الناحيه الشمال بيبقى موجود فيه عندك امونيا اللي هي ال NH2. اللي بيحصل ايه؟ بشيل ال OH مع ال NH2 ويتكون عندي رابطه ببتيديه او بطايق بوند. عرفتم كده البطايق بوند بتتكون ازاي؟ يبقى عن طريق كوندنسيشن رياكشن بشيل فيه جزء ميه. ادي كده الرابطه البكتيريه خدت بتتكون ازاي؟ طب تعالوا كده بقى نتكلم على الخصائص بتاعه الرابطه البكتيريه. الخصائص بتاعه الرابطه البكتيريه بنعرف وبنقول ان الرابطه البكتيريه بيبقى ليها بارشل دبل بوند كاركترز. يعني ايه بقى بارشل دبل بوند كاركترز؟ هذا سؤال ممكن يجي لك في الامتحان وتسالك الدكتوره وتقول لك يعني ايه معنى كلمه بارشل دبل بوند كاركترز؟ هتجاوب على السؤال دوت برسمه كده بسيطه. ايه الرسمه دي؟ الدبل بوند ده كده بيبقى شكلها عامل كده. سوري البوتايت بوند شكلها بيبقى عامل كده. خلاص؟ نركز كده. ايه اللي بيحصل في موضوع البارشل دبل بوند كاركترز دي؟ هفهمهولك الاول. افهم معايا كده. انت لو حصل عندك ان موجود فيه عندك رابطه سنجل ما بين ذرتين، هتلاقي بيحصل فري روتيشن على طرفين الذره. اشمعنى؟ علشان مربوطين برابطه سنجل، تمام كده؟ بيبقى فيه فري روتيشن للذرات على الطرفين بتوع الرابطه. طب افرض ما كانتش رابطه سنجل، لا كانت رابطه دبل، يبقى المركب بيبقى ريجيد. يعني الدبل بوند بتحوشه ان هو يتحرك بحريه، يعني ما بيبقاش موجود فيه عندك فري روتيشن، تمام كده؟ قال لك البيبتايد بوند ما تعتبرش سنجل بوند وبتبقى ماسكه المركب ومخلياه ريجيد. طب البارشل دبل بوند كاركترز دي جايه منين؟ نفهم كده مع بعض. هو مش المفروض عندك ان النيتروجين ده عليه لون بير اوف الكترونز؟ اللون بير اوف الكترونز دول ينزلوا هنا، خلاص كده؟ ويحصل انتقال من الرابطه، الالكترونات بتاعت الرابطه تروح على الاكسجين، فتلاقي اللي يحصل؟ تلاقي كده الاكسجين اتكون عليه اشاره سلبه، تمام؟ والنيتروجين علشان فقد الاثنين الكترون وداهم للرابطه هيتكون عليه اشاره موجبه. مركزين كده معايا يا دكاتره؟ يبقى ده معناه اتكون هنا دبل بوند، بس الدبل بوند دي مش ثابته، ده بتروح وبترجع.
يعني الدبل بوند ديت مش ثابته على طول، فما ينفعش اقول عليها دبل بوند، فهي عماله بتروح وبتيجي بتروح وبتيجي، تمام كده؟ فبنقول على الوصف بتاع المنظر اللي انا شايفه ده بنقول ان البابتايد بوند لا هي سنجل بوند على طول ولا هي دبل بوند على طول، بنقول ان بيبقى ليها بارشل دبل بوند كاركتر وبتخلي المركب بتاعي ريجيد. يعني ايه المركب بتاعي ريجيد؟ يعني على الطرفين بتوع البابتايد بوند ما بيبقاش موجود فيها عندك فري روتيشن، لا ده كمان لها خصائص زي الدبل بوند، فبتبقى ماسكه المركب، يعني المركب بيبقى ماسك نفسه. خلاص كده دكاتره فهمتم يعني ايه معنى كلمه بارشل دبل بوند؟ السؤال ده بيجي في الامتحان. يبقى نبص كده، البيبتايد بوند بيبقى ليها بارشل دبل بوند كاركتر، سالتك ليه هتكتب لها المعادله دي، والبارشل دبل بوند دي كاركترز بتخلي المركب بتاعي ريجيد، يعني بتخلي المركب ما بيحصلش فيه فري روتيشن، تمام كده؟ طيب حاجه كمان، المركب بيبقى بلانر، يعني بتلاقي الكربون والنيتروجين والهيدروجين والاكسجين بيبقوا موجودين في بلين واحد، يعني موجودين في مستوى واحد. ماشي يا دكاتره؟ خلاصه الكلام ان انا خدت دلوقتي الدبل بوند عباره عن رابطه بتحصل من كوندنسيشن رياكشن، الرابطه ديت بيتشال فيها جزيء ميه، تمام كده؟ الدبل بوند اللي بتتكون ديت بتمسك الاحماض الامينيه مع بعض، فبتكون البوليمر الكبير اللي هو اسمه البروتين، تمام كده؟ يبقى الرابطه الاساسيه اللي مسؤوله عن تكوين البروتين هي البيبتايد بوند. خصائص بتاع البيبتايد بوند، بيبقى ليها بارشل دبل بوند كاركترز وبتخلي المركب بتاعي ريجيد. طب نخش بقى على الجزئيه اللي بعدها كده، قال لك المجموعات حوالين البيبتايد بوند بتبقى موجوده عندك في الترانس كونفجريشن، يعني ايه؟ تلاقي الاكسجينة موجودة فوق، خلاص؟ والهيدروجين بيبقى موجود لتحت، وبالتالي الاثنين التانيين هيبقوا برضه عكس بعض، يعني بقية المركب ده وبقية المركب ده برضه هيبقى الأماكن بتاعتهم عكس بعض. مش أنت المفروض إن أنت خدت الكلام ده بنوصفه وبنقول عليه ترانس كونفجريشن؟ أنت المفروض إن أنت عندك في المركبات سيس وترانس، تمام كده؟ لما المجموعات اللي شبه بعضها تبقى موجوده في ناحيه واحده اقول على المركب سيس، تمام؟ لما المجموعات اللي انت بتتكلم عليها موجودين عكس بعض اقول على المركب ترانس. ماشي يا دكاتره؟ اللي بيحصل ان البيبتايد بوند المجموعات اللي حواليها بتبقى موجوده عندك في الترانس كونفجريشن، ماشي يا دكاتره؟ ودي حاجه من الحاجات اللي بتميز البيبتايد بوند. كده احنا خلصنا البيبتايد بوند والقصه بتاعتها. تعالوا كده بقى نشوف الليفلز اوف بروتين ستراكشر، البروتين لما بيجي يتكون بيتكون ازاي؟ يبقى هنتكلم دلوقتي على مراحل تكوين البروتين. استاذن حضرتك بس كده ما تبصش في الورق وركز معايا كده على السبوره عشان تفهمها على بعضها مره واحده. بصوا كده معايا السبوره، نركز مع بعض كده دكاتره. البروتين بيتكون ازاي؟ البروتين دوت يا دكاتره بيمر بكذا مرحله، برايمري ستراكشر وسكندري ستراكشر وعندك تيرشري ستراكشر او اللي بنقول عليه ال 3 دي ستراكشر. افهم بقى كده معايا البروتين بيتكون ازاي. تعالوا كده اما نبدا البروتين من اول ما بيتكون، بيتكون عن طريق حاجه اسمها الريبوسومات. فاكرين في الجيناتكس اللي احنا خدناها الترم اللي فات، الريبوسومات بتعمل ايه؟ عماله بتقرا كودونز، تجيب الحمض الاميني بتاع الكودون، وبعد كده تقرا كودون تاني وتجيب الحمض الاميني بتاعه، وتشبك الحمض الاميني الجديد في الحمض الاميني القديم. يعني البروتين بيتكون حمض عمال بيشبك في حمض، عمال بيشبك في حمض، عمال بيشبك في حمض. اهو عندك سلسله الاحماض الامينيه اللي شابكه في بعضها عن طريق الروابط البيبتيديه بنقول عليه برايمري ستراكشر. يبقى البرايمري ستراكشر ببساطه عباره عن ايه؟ الاحماض الامينيه وهي شابكه في بعضها عن طريق الروابط البيبتيديه.
يبقى احنا بدأناها كده من الاول. الرايبوسومات عماله بتقرا الكودونز، عماله بتشبك الاحماض الامينيه اللي بتتنسخ وبتترجم، بتشبك الاحماض الامينيه اللي عماله بتترجمها، عماله بتشبكها في بعضها عن طريق روابط ابتدائيه. يبقى ديت روابط ابتدائيه شكل الاحماض الامينيه في بعض. معايا كده دكاتره؟ هو ده البرايمر ستراكشر. يبقى مين الرابطه اللي مسؤوله عندك عن تكوين البرايمر ستراكشر؟ هي البيتايب بوند. ادي سؤال بيجي في الامتحان. The bond responsible for the formation of primary structure هي البيبتايد بوند. والبيبتايد بوند ديت يا دكاتره رابطه تساهميه قويه جدا، صعب ان هي تتكسر، وتعتبر اقوى رابطه موجوده عندك في البروتين ستراكشر. اقوى رابطه موجوده في البروتين ستراكشر هي البيبتايد بوند، صعب ان هي تتكسر. معايا دكاتره؟ طيب تعالوا كده بقى اما نشوف. المفروض ان البروتين ده مش هيعرف يؤدي الوظيفه بتاعته وهو عباره عن سلسله كده من الاحماض الامينيه. لازم ياخد الشكل النهائي بتاعه. ممكن تجمع الشكل النهائي اللي بياخده البروتين في النهايه خالص. ممكن تقول ان البروتين ممكن يبقى جلوبيولر وممكن يبقى فايبروس. يعني ممكن تلاقي البروتين ده شكله كده عامل زي الكوره، خلاص ده مجازا، يعني بقول ان هو متكور في بعضه كده زي الانزيمات مثلا. تلاقي انزيم شكله الى حد ما، او البروتين اللي هو مكونه شكله الى حد ما بنقول عليه جلوبيولر. او ممكن تلاقي البروتين الشكل النهائي بتاعه بيبقى فايبرس بالمنظر ده. طب انا دلوقتي البرايمر ستراكشر اللي اتكون عندي عباره كده عن سلسله من الاحماض الامينيه. انا عايزه يوصل ويتلف لغايه ما يوصل للجلوبولار فورم ده. الجلوبولار فورم هو الشكل اللي هو بنقول عليه ثلاثي الابعاد للبروتين. الشكل اللي عن طريق البروتين بيقدر يؤدي الوظيفه بتاعته. يبقى ده بروتين عباره عن سلسله عايز تلفه وتخليه مثلا عامل زي الكوره. يبقى ده معناه ان انا عايز اعمل كويلينج او عايز اعمل فولدنج. معنى كلمه فولدنج معناها لف. يبقى البروتين بيحتاج يتلف يحصل له فولدنج علشان توصله من البرايمر ستراكشر لغايه ما يوصل لل 3 دي ستراكشر او التيرشر ستراكشر. تعالوا كده بقى نتكلم عن عمليه الفولدنج. نبدا ندخل من البرايمر ستراكشر للسكندري ستراكشر. هنبدا نلف البروتين. قال لك البروتين بيتلف ازاي؟ عندك في طريقتين للف البروتين في السكندري ستراكشر. البروتين لما يتلف يا اما ياخد الشكل الالفا هيليكس شكل حلزوني، يا اما ياخد الشكل اللي بنقول عليه بيتا شيتس. طب تعالوا كده ما نشوف الالفا هيليكس شكلها عامل ازاي والبيتا شيتس شكلها عامل ازاي. بصوا كده السلسله بتاعت الاحماض الامينيه دي تبدا تاخد المنظر ده. يا اما السلسلة بتاعت الأحماض الأمينية تبدأ إن هي تاخد المنظر ده عامل زي الطبقات كده فوق بعض. طب تعالوا كده بقى أما نشوف الألفا هيليكس ده بيتكون إزاي والبيتا شيتس بتتكون إزاي. بصوا كده أنا عندي هنا مثلا سلسلة كده من الأحماض الأمينية. يعني بصوا كده دكاترة، أدا حمض أمين وأدا حمض أمين وأدا حمض أميني وضع حمض أمين. تلاقي الحمض الأمين رقم واحد شبك في الحمض الأميني رقم أربعة عن طريق هيدروجين بوند وأثر المركب شوية. حد معاه سماعة الموبايل؟ بصوا كده يا دكاتره، البروتين لما بيجي يتلف على اي الفا هيليكس، البروتين عباره كده عن سلسله كده طويله مش هيعرف يؤدي الوظيفه بتاعته اللي ربنا المفروض ان هو خلق علشانها بالمنظر الطويل ده. فاحنا عايزين نلفه ازاي؟ ممكن ياخد اللي هو الشكل اللي هو الفا هيليكس يتلف كده وياخد اللي هو الشكل اللي احنا بنقول عليه شكل حلزوني.
او الفا هيليكس. طب هو بيتلف كده ازاي؟ اللي بيحصل يجي الحمض الامين الاولاني يروح يشبك في الحمض الامين رقم 4، يشبك في بعض عن طريق ربطه هيدروجينيه، تمام كده؟ يبقى كده الحمض الامين رقم 1 شبك في الحمض الامين رقم كام؟ 4. طب بعض الحمض الامين رقم 4 في الحمض الامين رقم 5، صح كده؟ الخامس يعد 6 7 8 9، يوم جراح شابك في الايه؟ في رقم 9. يبقى دايما بتلاقي في عندك حمضين وحمضين شابكين في بعض، 1 2 3 4. طب الخامس 5 6 7 8، يبقى 5 يشبك في 8، تمام كده؟ بعد 8 9 10 11، يبقى 9 يشبك في 12. بصوا كده، 1 يشبك في 4، الفرق ما بينهم كام؟ 3، تمام كده؟ 1 يشبك في 4، 5 يشبك في 8، 9 يشبك في 12، 13 يشبك في 16، 17 يشبك في 20. معايا كده؟ يبقى دايما اللي بيحصل الحمض الامين الاولاني يشبك في الحمض الامين رقم 4 بعد، ويبدا الاحماض الامينيه تتلف بالمنظر ده، خلاص؟ تاخد الشكل اللي هو حلزوني او بنقول عليه الفا هيليكس. انا اللي انا عايزك تعرفه اللي بيحصل فيه ان الحمض الامين رقم 1 بيشبك في الحمض الامين رقم 4، بيشبك فيه عن طريق ايه؟ قال لك الرابطه اللي بتبقى مسؤوله عن تكوين السكندري ستراكشر هي رابطه هيدروجينيه. يبقى انا كده خدت رابطتين، الاستراكشر الاولاني اللي هو البرايمري بنعمله عن طريق الرابطه الابتدائيه، والسكندري ستراكشر بنعمله عن طريق الهيدروجين بوند. ادى اللي انا عايزك تعرفه في الالفا هيليكس، ماشي يا دكاتره؟ ما تعرفش حاجه ثانيه. يبقى الفا هيليكس شكل حلزوني بيجي عن طريق الاحماض الامينيه بتشبك في بعضها عن طريق الروابط الهيدروجينيه. السؤال بيجي ازاي؟ الدكتوره تسالك وتقول لك ذا بوند ريسبونسبل فور ذا فورميشن اوف سكندري ستراكشر. البوند اللي مسؤول عن السكندري ستراكشر هي الهيدروجين بوند، لكن البوند يا حسن اللي مسؤول عن البرايمري ستراكشر هي ايه؟ البيبتايد بوند. طيب تعالوا كده بقى نشوف البيتا شيتس دي بتتكون ازاي. بصوا كده، ادي كده عندك سلسله طويله كده من الاحماض الامينيه، يا اما تيجي سلسله ثانيه قصادها ويشبكهم في بعض. يعني نجيب مثلا سي كده، ادي كده عندك بولي بيبتايد تشين او سلسله كده من الاحماض الامينيه، ممكن تيجي سلسله ثانيه كده قصادها وتشبك فيها، يقعدوا يشبكهم كده ببعض عن طريق روابط هيدروجينيه برضه، ماشي؟ يبقى ممكن سلسلتين عكس غير بعض او سلسلتين مختلفين عن بعض يشبكهم في بعض عن طريق روابط هيدروجينيه، تمام كده؟ او تلاقي نفس السلسله بتتلف على بعضها ازاي؟ بصوا كده، ادي سلسله اهي، تلاقي اللي بيحصل تلاقي ديت جت كده خلاص، وديت جت كده، وبقيت السلسله جت كده، تمام؟ عباره كده عن طبقات او شيتس كده فوق بعضها. تعالوا كده بقى اما نشوف الشيتس ديت بتشبك في بعضها ازاي. يبقى بصوا كده، هي سلسله اهي اتلفت او اتطوت، الطوب الثاني، الطوب الثالث، الطوب الرابع، وهكذا. تعالوا كده بقى اما نشوف هي بتشبك في بعضها ازاي؟ بتشبك برضه عن طريق رابط هيدروجينيه. طب عن طريق رابط هيدروجينيه ازاي؟ السلسله ديت مثلا هنا فيها سي دبل بوند اوف، والسلسله اللي قصادها موجود ان اتش. هو مش المفروض كده ان الهيدروجين وقعت ما بين ذرتين ليهم سالبيه كهربائيه عاليه؟ اللي هي النيتروجين والاكسجين، فيتكون رابطه هيدروجينيه، ماشي؟ السلسله هنا في سي دبل بوند او، وفي قصادها ان اتش، هيتكون برضه رابطه هيدروجينيه، وهكذا. مش احنا لسه واخدينها دكاتره الاستراكشر بتاع الاحماض الامينيه دلوقتي، وكنا قلنا كان بيبقى في هذا حمض امين اهو شبك هنا برابطه بابتدائيه مع حمض اميني تاني. فاذا الاحماض الامينيه بيبقى موجود فيها كربونين وبيبقى موجود فيها ان اتش، بتجيب كربونين من حمض على سلسله يشبك في ان اتش بتاع سلسله ثانيه او نفس السلسله وهي مطويه، يشبك فيها ازاي؟ عن طريق رابطه هيدروجينيه. يبقى هذا اللي بيحصل اهو.
ادي الرابطه الهيدروجينيه اللي بتتكون بالمنظر ده. سهل كده الكلام؟ يبقى ديت الرابطه الهيدروجينيه اللي موجوده عندي هنا هي الرابطه اللي مسؤوله عن تكوين السكندري ستراكشر. سهل كده الكلام؟ طيب السكندري ستراكشر في البيتا شيت نوعين، يا بارلل يا انتي بارلل. افهم كده معايا حسن، ركزوا كده معايا يا كابتن. احنا عارفين طبعا ان سلسله الاحماض الاميليه على الطرف ده اخر حمض اميني على اليمين هتلاقي بيبقى موجود فيه كربوكسيل الجروب الابيض، تمام؟ مش شاكه في حاجه. والطرف الثاني اخر حمض اميني بيبقى فيه ال NH2 فاضيه، مش شاكه في حاجه. ماشي يا دكاتره؟ مش احنا اتفقنا ان الحمض الاميني على الناحيه اليمين بيبقى فيه كربوكسيل؟ طب اخر حمض اميني من الناحيه اليمين مش شاكه في حاجه بقى، يعني الكربوكسيل بتاعته فري. واخر حمض اميني على الناحيه الشمال الاميلو جروب بتاعته فاضيه، مش شاكه في حاجه. فده بنقول عليه السي تيرمينال او الN تيرمينال. سي تيرمينال وهنا نقول عليه الN تيرمينال، او نقول عليه الكربوكسي تيرمينال والامينو تيرمينال. ومش الكلام ده خدته في كيمياء العضويه؟ صح كده؟ طيب يبقى ده كده بالنسبه للسلسله الاولانيه. افرض ان جت سلسله ثانيه قصادها كان في هنا كربوكسيل وكان في هنا امونيا امينو جروب سوري وشبكهم في بعض. السلسلتين كده بقول عليهم بارلل لان النهايات المتشابهه بتاعتهم قصاد بعض. يعني السي تيرمينال قدام السي تيرمينال، الان تيرمينال قدام الان تيرمينال. هوصف الشكل اللي قدامي ده واقول عليه بارلل بيتا شيتس، تمام كده؟ طب تعالوا كده بقى نشوف الانتي بارلل. الانتي بارلل بتحجزها، تلاقي ال NH2 تيجي على الناحيه اليمين والكربوكسيل تيجي على الناحيه الشمال. تيجي تبص كده للتو بوليبيبتايد تشين، واحده ماشيه على اليمين فيه كربوكسيل وعلى الشمال فيه امونيا. طب اللي تحت على اليمين فيه امونيا وعلى الشمال فيه كربوكسيل، يبقى عكس بعض، فبنقول عليهم انتي بارلل. يبقى البيتا شيتس فيها نوعين، يا بارلل يا انتي بارلل. مش كده دكاترتنا؟ يبقى انا كده خلصت السكندري ستراكشر. شايف الكلام الكتير قوي اللي مكتوب عندك ده؟ اه انا مش عايزك تعرفه، انت كده فهمته. يبقى السكندري ستراكشر كريم الرابطه اللي مسؤوله عنه هي الرابطه الهيدروجينيه. السكندري ستراكشر فيه عندك نوعين، الفا هيليكس يا بيتا شيتس. والبيتا شيتس يا اما بارلل يا اما انتي بارلل. سهل كده الكلام؟ سهل الكلام. طب تعالوا كده بقى اما نخش بعد السكندري ستراكشر بيتكون عندك التيرشر ستراكشر او اللي احنا بنقول عليه الثري دايمنشنال ستراكشر او الثري دي ستراكشر. الثري دي ستراكشر دوت يا دكاتره هو الشكل اللي عن طريقه بيؤدي البروتين الوظيفه بتاعته، ويعتبر اخر شكل بياخد البروتين لو كان بيتكون من سنجل بولي بيبتايد تشين. ماشي يا دكاتره؟ لو كان البروتين بيتكون من سنجل بولي بيبتايد تشين اخر شكل بياخده هو التيرشر ستراكشر اللي هو نوعين، يا اما جلوبيولر يا اما فايبرس. تلاقي البروتين عمال بيتلف لغايه ما وصل للجلوبيولر فورم بتاعه. تلاقي البروتين عمال بيتلف لغايه ما وصل للفايبرس فورم بتاعه. مع كده دكاتره كده احنا وصلنا لاخر شكل بياخد البروتين وبيؤدي به الوظيفه بتاعته لو كان بيتكون من سنجل بولي بيبتايد تشين. طب ركز معايا على السبوره كده، بصوا معايا. افرض ان عندك بروتين بيتكون من اكتر من بولي بيبتايد تشين، زي ايه؟ الهيموجلوبين. افهم معايا كده، الهيموجلوبين بيتكون من اربعه بولي بيبتايد تشين، اربعه بولي بيبتايد تشين. طب بيشبكوا مع بعض ازاي؟ كل بولي بيبتايد تشين تتخلى وتتلف لوحدها لغايه ما توصل لل 3 دي ستراكشر بتاعها، يبقى اتخلقت وتلفت لغايه ما وصلت لل 3 دي ستراكشر بتاعها وتستنى زمايلها، تمام كده؟
تيجي يقول لك بتطير هيتشين ثانيه تتخلى وتتلف لغايه ما توصل لل 3 دي ستراكشر بتاعها وتشبك في زميلتها. خلاص ده في عندك نوعين من انواع البولي بالتايد تشين موجودين عندك في الهيموجلوبين، الفا وبيتا. بيبقى عندك اثنين الفا واثنين بيتا، الفا بتشبك في بيتا، تمام كده؟ طيب تيجي البولي بالتايد تشين تتنسخ وتترجم وتتلف وتروح تشبك في المركب. تيجي الرابعه تتنسخ وتترجم وتتلف وتروح تمسك في زمايلها. يبقى كده المركب بيتكون من اربعه بولي بالتايد تشين. كل بولي بالتايد تشين اتنسخت واتلفت لوحدها، تمام كده؟ اتجمعوا مع بعض في شكل البروتين ده اللي هو اسمه الهيموجلوبين ده او الجلوبين ده، نفهم مع بعض كده، بيتكون من اربع اجزاء. فبقول عليه اوليجوميريك بروتين. اوليجوميريك بروتين يعني بروتين بيتكون من اكتر من بولي بالتايد تشين. افهم بقى كده معايا. عارف الشكل اللي واخد الاوليجوميريك بروتين ده؟ اقول عليه كواترنري استراكشر. يبقى معنى كلمه كواترنري استراكشر شكل بياخده البروتينات متعدده الاجزاء زي الجلوبين بروتين اللي بيدخل في تركيب الهيموجلوبين. طب بياخده ازاي؟ قال لك البروتين بيتكون من اكتر من بولي بالتايد تشين. كل بولي بالتايد تشين تتنسخ وتترجم وتتلف لوحدها لغايه ما توصل لل 3 دي ستراكشر بتاعها وتروح تمسك مع ال 3 دي ستراكشر بتاع بقيه البولي بالتايد تشين. 3 دي ستراكشر ماسك في 3 دي ستراكشر ماسك في 3 دي ستراكشر ماسك في 3 دي ستراكشر. الشكل على بعضه كده بقول عليه كواترنر ستراكشر. ماشي يا دكاتره؟ يبقى كواترنر ستراكشر ما بلاقيهوش في المونوميريك بروتين. يعني ايه مونوميريك بروتين؟ يعني بروتين بيتكون من سنجل بولي بالتايد تشين. بلاقي الكواترنر ستراكشر في البروتينات اللي بتبقى متعدده الاجزاء زي الجلوبين بروتين. ايه الجلوبين بروتين ده؟ الجلوبين بروتين ده بروتين بيتكون من اربعه بولي بالتايد تشين، اثنين من النوع الفا واثنين من النوع بيتا. وطبعا زي ما انت عارف الجلوبين بروتين ياخد حديد هنا وياخد حديد هنا وياخد حديد هنا وياخد حديد هنا. يبقى الجلوبين ماسك في حديد، حديد ده نقول عليه هيم. يبقى هيمو جلوبين، يبقى الكلمتين على بعض ايه؟ هيمو جلوبين. طبعا الحديد اللي بيدخل مع الجلوبين في تركيب الهيموجلوبين ده ليه قصه ثانيه. ما بيبقاش حديد بس، ده بيبقى حديد موجود على هيئه هيم. دي في جزء كده في المنهج اسمه البروفرين، ده هناخده كده ان شاء الله كده في الاخر. هنتكلم ازاي الحديد بيبقى ليه هيم ستراكشر، هناخده ان شاء الله كده في الاخر وهناخده بالتفصيل. اعرف لي بس كده دلوقتي ان هيم معناها حديد، حديد ماسك في الجلوبين، يبقى الكلمه على بعضها كده هيموجلوبين. انا بتكلم دلوقتي واللي يخصني في الجلوبين. ايه الجلوبين ده؟ ده عباره عن اوليجوميريك بروتين. ايه الاوليجوميريك بروتين ده؟ بروتين بيتكون من اكتر من بولي بالتايد تشين، تمام كده؟ اللي انا شرحته لكم ده هيموجلوبين. الجلوبين بتاعه بيتكون من اربعه بولي بالتايد تشين، اثنين الفا واثنين بيتا. ماشي كده يا دكاترتنا؟ طيب كده انا خلصت المحاضره. خلاص؟ في عندك بقى كده انواع الاوليجوميريك بروتين. هومو هيتيري، هومو معناها متماثل. يعني لما يكون في عندك بولي بالتايد تشين من نفس النوع، يعني مثلا كلهم الفا بس اقول عليه هومو اوليجوميريك بروتين، كلهم بيتا بس اقول عليه هومو اوليجوميريك بروتين. طب عندك في الهيموجلوبين اثنين الفا واثنين بيتا، هل كل البولي بالتايد تشين من نفس النوع؟ لا. فبقول على الاوليجوميريك بروتين في الحاله ديت هيتيرو اوليجوميريك بروتين. ماشي يا دكاتره؟ كده المحاضره خلصت. بصوا يا دكاتره، انا كل محاضره هقسمها على حصتين، تمام كده؟ كده اول محاضره خلصت في المنهج. الحصه اللي جايه برضو
هتبقى ماشيه كالاتي. افهم بقى كده معايا، المحاضره هتتقسم على حصتين، الحصه الثالثه في البايو هتبقى مراجعه. خلاص البايو اللي تهمني في مراجعتها لسبب، البايو هتلاقيها بتكتر كده كل شويه، كل حصه او كل محاضره هقسمها لك على مرتين، وحصه يوم الاربع هتبقى مراجعه. ماشي يلا اشوفك على خير بقى ان شاء الله. ولا خدوا مايك دلوقتي.